نعم علمتنا الأمانة يا رسول الله، وحذرتنا من تضييعها، فقلت أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وأول ما يرفع من الناس الأمانة، وآخر ما يبقى من دينهم الصلاة. نشتكي هذه الأيام من عدم التوفيق في التجارة في غيرها، ولكن إن تأملنا حالنا نجد أن عندنا خلل في الأمانة، وكثير منا يشكو عدم التوفيق في حياته، وإن تأملت تجد أن لديه خلل في الأمانة، وكثير منا يشكو قلة البركة في المال، وإذا تأملت تجد أن في الأمانة خللا. أعزائي المشاهدين، الأمانة ركن وعمود للنجاح في كل شيء، في المعاملات، في سائر أنواع التجارات، فالتاجر يحب أن يتعامل مع الأمين، والغني يحب أن يستأجر الأمين، والأمانة رأس مال، وقليل من يدرك ذلك. ولذلك قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. سبحان الله، حتى مع الخائن ألتزم بالأمانة معه. نعم، إنه كلام يخرج من مشكاة النبوة، من عبق الرسالة، كلام يصنع الإصلاح ولا يترك للشيطان مجالا. علمتنا يا رسول الله أن الأمانة تعدل نعيم الدنيا كلها، فقلت إذا كن فيك أربعة أمور فلا عليك ما فاتك من الدنيا: صدق الحديث، وحفظ الأمانة، وحسن الخلق، وعفة المطعم. بل ربطت يا رسول الله بين الأمانة والإيمان حين ناديت في الناس وقلت: لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا أمانة له.